كنت عايزاني افضل اهاتي في واقع وفي حياه كل حاجه فيها بتتغير، وانا واقف مكاني اكلم نفسي واشد في شعري. كنت عايز ارفض وظيفه في البنك الدولي اللي بيدي قروض للعالم الثالث اللي انا وانت منه. كنت عايزاني ارفض حياه مرفهه في امريكا. علشان ايه؟ علشان افكار مش هتتحقق غير على الورق وبس. قبل ما انسى، ابقى روح زور اختك عزيزه عشان حالتها الصحية تعبانة قوي. عزيزة انت ما بتاكليش البيت دي ولا ايه؟ يا اخويا زي ما انت شايف كده، بس اكلك وحشني قوي. كل يا حبيبي بألف هنا وشفا مطرح ما يسري يمي. ما تخليك بقيت معانا يا دكتور. حلو قوي كلمة دكتور ده، ما تخليك كده. الله، والله لايقة عليك قوي يا سيد. بقول لك ايه؟ أنت مسافر امتى يا سيد؟ قريب بإذن الله. بس بالحق أنا عايزكم تشوفوا لي مشتري لنصيبي في الست قريب بتاع الورث. ايه؟ أنا قلت حاجة ضايقتكم؟ لا ابدا يا اخوي، ده حقك. انتوا عارفين ان السفر محتاج مصاريف، وانا مسافر وقاعد هناك كذا سنه، وانا عندي التزامات هنا لازم اوفي بيها قبل ما اسافر. وهو اللي بيسافر بعثة ده مش بيدوله سكن واقامه واكل وشرب وفلوس كمان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا سيد يا حبيبي؟ ايه؟ والله صبحي ما يقصد اي حاجه. لا لا، خليكي صريحة معاه وقولي له ان الواجب عليه بدل ما يجي يقولك نصيبي فين لازم يقولك انا كاتبهولك انت وعيالك، حق ما ربناه. ربيت مين يا جدع انت؟ دلوقتي بتقول لي يا جدع انت؟ بانت عليك بوادر امريكا يا سيد. ربناك من وانت في الاعدادية اكل شارب نايم وبنديك فلوس ودخلناك مدارس، وعمري عمري ما حسستك ان ابوك وامك ماتوا. انا ابويا امي خيرهم عليك. انت اتجوزت اختي وانت حتة موظف معفن في شهر العقاري، وقعدت في بيتنا اكل شارب نايم ولا نسيت؟ ورديت لك الجميل، وانت بقى لسانك طول عليا يا سيد. يا اخي يا اخي، خلي في عينك حصوة ملح، بدل ما تيجي تقول لنا عايزين ايه لما اسافر عشان ابعته لكم، جاي تقول نصيبي فين؟ انت ايه، ما عندكش دم؟ لولا ان في بيتك وقدام مراتك انا كنت عرفت ارد عليك كويس، لكن يكون في علمك انا حاول محامي هو ده اللي هيعرف يرد عليك. سيد، سيد رايح فين؟ سيد، وادي يا سيد، قوم شوف مين اللي على البيت. ازيك يا عزيزة؟ أنا سيد أخوك يا عزيزة. سيد أخويا؟ سيد حبيبي؟ سيد، ازيك يا سيد؟ الحمد لله على السلامة يا أخويا، ازيك وحشتي. الله يسلمك يا عزيزة. ازيك يا حبيبي؟ اقعد يا حبيبي ما تأخذنيش من كفيت على المكنة الليل والنهار نظري داف. ازيك يا حبيبي وحشتي. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبي. أمال جوزك فين؟ جوزي مشي ازاي يعني؟ مات؟ يا ريته كان مات، ده سابني واتجوز عليا بعد اللي انت عملته فيه. جوزك ده راجل معفن، لكن انا مش هسكت له، مسيري هوصل له واعرفه مامه كويس. على ايه يا سيد؟ ما خلاص ما عادش ينفع يا اخويا. الندل استغل ان انا مسافر وبعيد عنك. ما انت برضو غلطان يا سيد، فحد يا اخويا يحط جوز اخته في شوال ويخلي الحراميه تهدده. يعني كنت عايزين اعمل ايه يا عزيزه؟ جوزك ده راجل حرامي، ده انا سمعت انه كان مشارك على ارض ولا على مصنع باين، وبعدين لو ما كنتش عملت كده ما كنتش سافرت البعثه. قول لي يا سيد بقى، احنا بنتكلم في اللي فات لي يا اخويا. ما خلاص انسى بقى، انسى. بقول لك ايه يا حبيبي، طمنا عليك، طمنا على اخبارك. انا كويس يا عزيزه كويس. انت من النهارده مش هتشتغلي تاني،
ومش هتقعدي في الشقة دي، أنا هوديكي شقة تانية، شقة كبيرة فيها كل حاجة، تفتحي التلاجة اللحمة والسمك والفراخ يبص كده منها ومليانة فاكهة، وهجيب لك شغالة. شغالة إيه؟ ده أنا هجيب لك شغالتين. شغالتين؟ كتر خيرك يا أخويا. اسمعي يا عزيزة. نعم. أنا عارف إن أنا قصرت معاكي السنين اللي فاتت، لكن إن شاء الله أنا مش هخليكي محتاجة أي حاجة، وهعوضك وهخلي كل اللي بعدوا عنك يجوا يوطوا على ايدك ويبوسوها ويقولوا لك ادينا من خيرك. ربنا يديلك يا اخويا ويزيدك يا رب. متشكر عزيزه، ادعي لي كمان. ربنا يخليك ويزيدك يا رب. بقولك ايه يا سيد، انت اتجوزت؟ اتجوزت. يبقى اكيد خواجايه بقى. ايوه. احسن يا اخويا انك انت ما جبتهاش معاك، كانوا اهل الحاره فضحونا. ما انت عارف الشعر الاصفر والعينين الملونه والبياض بيجنن اهل الحته هنا. ليه عزيزه هم كل الخواجات شعرهم اصفر وعينهم ملونه؟ شوف عزيزه، في الخواجات فيهم ناس مصديه زي حالتنا. ربنا يخليها لك يا اخويا. بقول لك ايه بقى، عندك كم عيل؟ لا انا لسه ما خلفتش، انا مش في دماغي الموضوع ده على الاقل دلوقتي. ربنا يديلك يا رب ويرزقك بالذريه الصالحه يا اخويا يا ابن امي وابويا. ربنا يخليك يا عزيزه. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تقومي من دلوقتي تلملمي حاجتك كده اللي انت هتحتاجيها، عشان ان شاء الله بكره هبعت لك حد ياخدك بالعربيه يوديك شقتك الجديده. من النهارده يا عزيزه انا مش هخليكي تحتاجي اي حاجه، هبقى متكفل بيكي، بس المهم انك تدعي لي يا عزيزه. انا متشكر جدا يا عم صالح على زيارتك دي، اتفضل. ولو انه والله ما كانش في داعي تتعب نفسك. ازاي بس يا استاذ، ده انت غلاوتك عندنا ما تتقلش بالمال. طب ده انا لما عرفت من الجرايد اللي حصل يكاد يكون اغمى عليا، وما بقتش عارف اروح فين واجي منين. الحمد لله يا عم صالح، الحمد لله. انا اللي نجاني قلوب الناس الحلوه اللي زيك. قلوبنا بس؟ دي دعواتنا كمان هي اللي قومتك بالسلامة وردت كيد ولاد الأبلسة دول. متشكر قوي. تشرب ايه يا عم صالح؟ ده انت اللي صالح، ربنا نور لك طريقك عشان تفضح الهليبة دول وتكشفهم على حقيقتهم. هنعمل ايه بس، ما هو ده قدرنا. وقدرنا احنا كمان نكون في خدمتك. الله يحفظك. تعرف يا استاذنا انك انت قدوة ليا انا واولادي. طب انت لما كتبت عن ثقافة وتعليم الكمبيوتر وانه هيبقى شيء مهم جدا في حياتنا بعد كده، رحت انا الراجل العجوز وقدمت في شركة كمبيوتر عشان اتعلم. تتعلم كمبيوتر؟ ايوه، وبدأت فعلا. هما في الأول ولادي استغربوا، لكن بعد كده لما لقيوني شاطر هيتعلموه هما كمان. يا سلام، أنا سعيد جدا بكلامك ده يا عم صالح، لأنه هيجي وقت ويبقى الكمبيوتر ده أهم حاجة في حياتنا، يعني كل شيء في الحياة هيتعمل بالكمبيوتر بعد كده زي برة بالظبط. تعرف انهم بره كل يوم بيكتشفوا حاجة جديدة بتعمل لهم ثورة في عالم البرمجيات. ايوه، انا قريت الكلام ده في مجلة الكمبيوتر بتاعت الشركة اللي بتعلم فيها. طب انت تعرف في الدول المتقدمة بيخزنوا المعلومات والملفات بتاعت الشركات على ايه؟ على ديسك، اسطوانة صغيرة قد كده اهو. يعني مثلا الشهر العقاري اللي انت ماسكه ممكن يبقى فيه كمبيوتر يحل محل الارشيف كله، على الاقل بدل ما الملفات بتترمي بعد كده وبتضيع ومعاها اموال الناس. لا 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 لا، في الشهر العقاري بالذات مفيش حاجة فيه بتضيع، والحمد لله. ده فضل وجودك انت يا عم صالح. طيب أسيب سعادتك بقى علشان وقتك، وأنا في الخدمة في أي وقت. وأنا متشكر جدا يا عم صالح، ومتشكر مرة تانية على الزيارة. العفو يا أستاذ، العفو. السلام عليكم. سلام ورحمة سلام الله عليكم. مع السلامة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. ما
كانش في داعي تضغط على عبده تسوق يجي يعمل ندوه هنا في المركز. راجل كان محتاج يرتاح شويه. عبده تسوق ده واد جن. بعدين ما تخافيش عليه قوي كده. خلاص وانا مالي، انتوا حرين في بعض، ده شغلكم. بس بصراحه بقى كده انا ماليش في حكايه الندوات ولا المركز ده خالص. طب ما انا عارف. وما دام عارف بقى بتطلب مني اكون معاك هنا على طول ليه؟ ده انا جايبك من امريكا مخصوص علشان تفضلي قدامي على طول وافضل شايفك وابقى معاكي على راحتي. لكن للاسف بقى. للاسف بقى ايه؟ لقيتك بعيد عني. يا ريت تفسر كلامك. ما انت فاهماني كويس. اللي فهمه ان انا بحب اقعد اضحك معاك وهرج معاك عشان انت قريب لقلبي، خصوصا بقى ان انت you know everything about me. الحاجه الوحيده اللي عايز اعرفها، عبده تسوقي يبقى ايه بالنسبه لك بالظبط؟ الحمد لله اه جت منك انت اللي بتفتح سيرته دلوقتي. عارفه ليه؟ لان اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وعبده تسوقي ممكن. ممكن ايه؟ تحبوا ست واحده وتموتوا في دباديبها كمان. عبده تسوقي ما يعرفش حاجه اسمها حب. اللي اعرفه بقى ان عبده تسوقي ده اعز صاحب ليك، وانت اللي قلت كده بعتمة لسانك. علشان كده انا اكتر واحد يعرفه في الدنيا دي، ومش هسمح له انه ياخدك مني. ايه في ايه؟ انا اول مره اشوفك منفعل بالطريقه دي. الحل الوحيد عشان اخليه يبعد عنك ان اواجهه واقول له اني بحبك. وتفتكر بقى هو ده اللي يخليه يبعد فعلا؟ علشان مصلحته معايا هيبعد. وانا بقى فين من ده كله؟ لو توافقيني نتجوز دلوقتي. ايه؟ انا قلت حاجه ضايقتك؟ لا ابدا، بس محتاجه اسمع التفاصيل. احنا نتجوز وبعدين نفكر هنعمل ايه. متهيالي مش من العقل ابدا ان الواحد ينزل البحر والرايه السوداء مرفوعه حتى لو كان بيعرف يوم كويس. وانت الطياره عالي عليك قوي، انت ناسي انت متجوز مين ولا ايه؟ كل حاجه وليها حل. بصي انت تقعدي هنا في مصر تمسكي المركز وما ترجعيش امريكا تاني، وانا بين كل فتره والتانيه هبقى اجيلك. قلتي ايه؟ يعني عايزني ابقى زوجه ترانزيت، تيجي على مصر تلاقيني مستنياك، تسافر امريكا تلاقي جينيفر مستنياك. ده ايه الهنا اللي انت فيه ده؟ ما تاخديش الامور بالشكل ده. امال تتاخد ازاي؟ دول احنا مش صغيرين ونقدر نرتب امورنا على حسب ظروفنا. انا ارفض اني اكون نص زوجه، والراجل اللي اتجوزه ما حبش يكون نص زوج. ده بس مؤقتا، ولو عايزه ده يبقى في السر، وبكده يبقى احسن ليكي وليا. في السر عشان تيجي لي في السر وتكلمني في السر، ولما اتصل بيك ترد عليا طول ما المدام مش قاعده جنبك. بقول لك ايه يا دكتور، ما تخلينا في البيزنس احسن. اذا كان بيزنس بقى ما تخليه جواز بيزنس زي الراجل اللي انت كنت متجوزاه في امريكا. انا مش عارفه انت ليه مصر ان انت تهز صورتك قدام كل ده. علشان كنت صريح معاكي. انتوا ليه كده؟ عايزين الواحد دايما يخدعكوا ويقول لكم كلام ما بيحصلش في الواقع. دكتور سيد، انا المفروض اسافر امتى؟ بكره. انا راجع الاوتيل. يا ريت بتحضري اجتماع المركز، هيكون بعد ربع ساعه. ما افتكرش ان وجودي هيكون له فايده. بالعكس، ده انت وجودك هيكون مهم جدا، خصوصا ان الاستاذ عبده تسوقي بيقول كلام حلو قوي لما بتبقي موجوده. اوكي، لو مصمم اني ابقى موجوده بصفتي بشتغل تحت ادارتكم هاجي، بس هقعد مع الناس لاني سبق قلت لك انا بره حكايه المركز دي خالص. تفضلي. مين اللي اقنعك انك تسلمي نفسك؟
انا ما كنتش هربانه لاني ما عملتش جريمه. فعلا؟ طب يا ستي ماشي، مين اللي اقنعك انك تظهري نفسك مادام كلمه تسلمي نفسك مضايقاكي؟ موت اخويا بعرور. كان انطباعك ايه لما عرفت ان هو اللي حاول يقتل عبده تسوقي لتاني مره؟ انا مش عارفه هو ليه عمل كده. ده الاستاذ عبده ده افضله على كل الناس، وبالذات بقى اهل بلدنا. يعني مفيش مصلحه لقتله؟ لا طبعا. يكون النوري طليقك هو اللي طلب منه ده؟ كده بقى يبقى الاتنين اتجننوا. احنا دورنا في وثائق الجواز والطلاق ما لقيناش اي حاجه تثبت اذا كنت اتجوزت النوري او غيره، وبالتالي يبقى انت ما اتطلقتيش. ما انا كنت متجوزاه عرفي. ومين كان الشهود؟ معرفش، اصل هو جاب لي الورقه مكتوبه وممضيه وانا مضيت وخلاص. وهو ده يبقى لا مؤاخذه يعني يبقى جواز؟ هو قال لي ان ده يبقى جواز ونص كمان. وبعدين بقى لما جينا نتطلق قطعنا الورقه، واداني فلوس اجيب بيهم شقه وعفش، واداني قرشين حلوين اعيش بيهم. طب ليه ما بلغتيش عنه لما عرفت حجم تعاملاته في البورصه وان فلوس الناس بتتحول اول باول على بنوك بره؟ هو انا يعني هعرف اكتر من الحكومه؟ حضرتك انا مجرد واحده ست كان متجوزها النوري وطلقها. وبعدين يعني انا مش قده، ده كان بيرفع سماعه التليفون يتصل باي وزير. يا اهلا يا استاذ عبد. اهلا 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 يا دكتور سيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. يا دي النور. ما بلاش حكايه النور دي يا حاجي صالح. لا انا بتكلم عن نور الرباني اللي طالع من وشك، مش نور النوري. الله يكرمك يا حاجي صالح. اتفضل اتفضل. عايزة تقعد وسط الناس. في بداية ندوتنا في مركز ابن زيتون أحب أرحب بكل الحضور. أيوة، احنا بنشكر الأستاذ عبده تسوقي إن جه النهاردة رغم إنه فترة النقاهة. متشكر جدا. اتفضل. أحب أوضح لكم يا جماعة في بداية الندوة إنه إصراري على حضور هذه الندوة رغم فترة النقاهة اللي أنا فيها زي ما قال الأخ، إصراري ده من منطلق الواجب الوطني تجاه بلدي وتجاه ألمي وتجاه المجتمع ككل. أنا يا جماعة جاي علشان نفسي أقول لكم كلكم إن إحنا عايزين نبطل بقى حكاية أنا ماليش دعوة يا عم وأنا مالي. هذه النغمة السلبية ينبغي أن تنتهي تماماً من حياتنا، وينبغي أن نجتهد ونبذل كل الجهد لكي ندفع هذا البلد للتقدم إلى الأمام. وهو ده دورنا، هو ده دورنا الإيجابي في هذا المجتمع. يعني أنا مثلاً إيه اللي يخليني لما أروح أمريكا وأجد هناك مجموعة من الشباب المصريين اللي تفوقوا في كل المجالات وعلى رأسهم واحد زي صديقي الدكتور سيد شندي، نجاح كبير جدا حققه في أمريكا، إيه اللي خليني أول ما أرجع أفكر في إنشاء جمعية أحباء مصر في الخارج؟ وحتى الدكتور سيد نفسه إيه اللي خليه يفكر في إنشاء مركز ابن زيتون للدراسات المدنية؟ علشان البلد، علشان نعرف ايه قدراتنا وايه سلبياتنا، علشان نبحث وندور عن نقط الضعف والقوة في هذا المجتمع. ولذلك لما حصل نقاش بيني وبين الدكتور سيد حوالين أزمة توظيف الأموال اللي عايشاها البلد دلوقتي، كان سؤالي له كيف نستفيد من هذه الأزمة برغم الآلام اللي عايشاها الناس عشان خاطر فلوسهم؟ فاجئني وقال لي
إن شباب المركز فعلاً عمل مجموعة من الأبحاث المهمة بخصوص الموضوع ده، وطبعاً ما خبيش عليكم إن ده شيء أسعدني جداً. إنما اللي ما أسعدنيش بقى، علشان أكون منصف معاكم، إن مجموعة الأبحاث دي ما قدرتش تحط إيديها على ظاهرة مهمة جداً، ظاهرة مهمة وبتقودنا إلى سؤال أهم: إزاي كتير من المثقفين وأساتذة الجامعات والفنانين وكبار الشخصيات في هذا البلد، إزاي حطوا فلوسهم وبمبالغ كبيرة جداً في بنوك النور وغيره وغيره من شركات توظيف الأموال؟ تفضل. السبب معروف يا أستاذ عبدو، إن بنوك النور إدت أرباح كبيرة جداً، يمكن أكتر مرة ونص من الفوائد اللي بتديها بنوك الحكومة. يعني الغلط مش غلط الناس، لكن غلط الحكومة إنها سكتت. طيب تفضلوا يا جماعة، من فضلكم احنا ممكن اي واحد يعبر عن وجهة نظره ويعرضها زي ما هو عايز، بس لو سمحتوا بهدوء ومن غير انفعال. تسمح لي يا أستاذنا، انا عايز ارد على الاخ اللي بيقول على الحكومة اي كلام وخلاص. اتفضل يا حاج صالح، بس لو سمحت بهدوء ومن غير انفعال. الاخ بيقول ان الغلط في الحكومة، وانا بقول لا، الغلط في الناس اللي جريوا ورا زيادة ونسيوا ان الحكومة ما بتغلطش وان هدفها مصلحة الناس. لو سمحتوا يا ريت نهدى شوية. حاج صالح، يا ريت لما تيجي تعرض وجهة نظرك تتكلم بهدوء وبموضوعية ومن غير اي شعرط. أنا ما بقولش أي شعارات يا دكتور سيد، وحضرتك عارفني كويس قوي وعارف مدى حبي للناس، وظن حضرتك شفت ده بنفسك لما جيت للشهر العقاري عشان توثق مركز ابن زيتون أنت والست دلال الخضري. ده مش موضوعنا عم صالح. عارف، لكنه جزء من أعمال الحكومة، راحة الناس، والناس كلها لازم تعرف ان الحكومة ما بتغلطش لان هدفها مصلحة الناس. واذا كان على حكاية توظيف الاموال اللي حصلت عندنا دي، فدي ظاهرة عالمية ولسه بتحصل. متشكرين على رأيك يا عم صالح، اتفضل. كلمة اخيرة، احنا لازم نفكر شوية بشكل ابعد من اللي احنا فيه. لازم نحط في دماغنا ان اللي حصل ده وراء حكمة والحكومة عارفة بيه. أنا عايز كل الناس تعرف إن لا قوة ولا حول إلا بتأييد الدولة. وشكرا. اتفضل يا عم صالح. بنشكر يا جماعة كلنا، بنشكر الحاج صالح على وطنيته اللي ظهرة جدا وعلى حماسته اللي اتكلم بيها. وأنا شخصيا فعلا عايز أقول لكم حاجة مهمة: مواجهة أخطائنا هي بداية الإصلاح. وفي نهاية هذا اللقاء أحب أدعو مدام دلال الخضري وأسألها هنا قدامكم على المنصة، هي ليه ما قعدتش على المنصة النهاردة واختارت إنها تقعد في وسطكم، في وسط الشباب؟ يا ريت نسمع وجهة نظرها. تفضلي. في وجودك لقيت نفسي مش عارفة أقول ولا كلمة، مش قادرة أطلع اللي جوايا حتى لو كان بركان غضب. بركان غضب بحال؟ وانت اللي بتقولي كده؟ معقول يا دولي؟ معقول. ده معقول ومعقول كمان. انت مش حاسس باللي عملته فيا ولا ايه؟ الله 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 الله، هو انا عملت معاكي حاجة؟ يا راجل، ده وانا في عز أزمتي مع صلاح حسستني ان انت بطل، الهيرو، الفارس الشجاع اللي هيجيني كده بالحصان الابيض يخطفني ويطير بيا. اقول لك ان حياتي مع صلاح انتهت؟ تقول لا لا لا، دي البدايه. اقول لك ان كل مراكبي في مصر اتكسرت تقول لي مالكيش انت بس دعوه، سافري مصر وهتلاقي اسطول مستنيكي من المراكب. ما لقيتش حاجه خالص. صحيت على الحقيقة المرة، لقيتك دي سفير، فجأة كده اختفيت وسافرت. انت تلاقيك حتى نسيت ان انت عرفت واحدة اسمها دلال. لا ارجوك يا دلال من فضلك،
كفايه كده. انا فعلا سالت عليكي وللاسف صدمت. عرفت ان انتي اشتغلتي رقاصه وبعد كده اتجوزتي جوازه كده وسافرتي. ما كانش قدامي اي بديل تاني. تصرفك معايا ده ما كانش له غير معنى واحد، انت طبعا اكيد يعني قعدت تحسبها وضربتها في دماغك. قلت انا ليا من ده بايه ادخل في علاقه مع واحده عندها مشاكل؟ لا غلط. انا المساله كلها بالنسبه لي كانت مشكله وقت. وانا مشكله بالنسبه لي كانت مشكله حياه. انت عايشتني حلم جميل قوي، حلم اني هتجوز الراجل اللي انا بحبه واللي بحلم بيه، الراجل كده اللي هيشدني من شعري ويديني قلمين على وشي لو عملت اي غلطه. دولي ارجوكي كفايه. وبعدين انا ما تصورتش ان الحكايه ممكن توصل معاكي لكده. امال انت كنت مفكرها توصل لايه؟ علاقه بين راجل وست؟ ولا كده برضو. انا دلال كنت لسه في مرحله تكوين مشاعر مع انسانه رقيقه وجميله. قولي بقى، والمشاعر دي بقى في النهايه بتترجم لايه؟ من فضلك ما تحاوليش تجردي المعنى الجميل للحب وتتهميني ان انا عاملتك بطريقه او برغبه راجل لست. شوف بقى يا عم، طبعا انا ما انكرش يعني ان انا فكرت فيك كتير قوي وحلمت بيك، كنت شايله لك مشاعر حسيتها قوي وتمنيت ان انت تبقى شريكي في كل حياتي. اديني ودي نفسك وقت. اوعى تفتكر ان انا جايه من امريكا لمصر عشان اعرض نفسي عليك ولا حاجه. اخس عليكي، انت عارفه ان انت اكبر بكتير من انك تقولي كده. دولي انا فعلا بحبك وعاوزك. عارف انا ليه قبلت ان انا اجي فيلتك هنا ومعاك؟ عشان اثبت لك واثبت لنفسي ان اللي جواك ده رغبة. عن اذنك. يا دكتور سيد، الندوة خلصت والناس مشيت وانت لسه موجود؟ طب ما انتي كمان لسه موجودة. انا من صميم شغلي اني اطمن عليك. ايه ده، اوردر من دكتورة جينيفر ولا ايه بالظبط؟ لا اعتبره اوردر مني لنفسي، طول ما انت لوحدك هنا في مصر. فاهم كويس قوي يا دكتور سيد. لو مش قادر تفهم انك كراجل اثرت فضولي كست، يبقى لازم تديني الفرصه اني اكون جنبك واشوف انت محتاج ايه. وانتي بقى شايفة ان انا محتاج ايه بالظبط؟ انا شايفاك out of mood. ده يمكن من ضغط الشغل. الشغل الحقيقي لسه ما بدأش واحنا لسه على البر. انتوا مش بتقولوا كده برضو عندكم في مصر؟
ابو صلاح ايه؟ المفروض الاخبار عندك انت. نعم، بامرت ايه؟ بامرت انه كان جوز دولي، والمفروض ان العلاقة بينك وبين دولي الفترة اللي فاتت قوية. يكون شبعتك علشان تجيبي له اخبار عنها. انا لا يمكن اعمل كده، خصوصا ان علاقتي بصلاح كانت مرحلة وانتهت، وانا اهم حاجة عندي شغلي هنا مع بروفيسور جينيفر ومعاك انت. يعني انت عايزة تفهميني انك انت وهو ما تقابلتوش هنا في مصر؟ انا بحكم شغلي على اتصال بصلاح، لكن علاقة زي الاول لا. اوكي، تقدري تروحي وانا هقعد مع نفسي هنا شوية وبعد كده هروح انا كمان. تحب اعزمك على العشاء؟ ولو عايز تعزمني انت انا ما عنديش مانع، ولو عايز تحكي لي وتفضفض لي وتقول لي ايه اللي مضايقك انا برضه ما عنديش مانع. طب لو قلتلك ان انا مش متضايق من حاجه؟ خليك صريح معايا وقول لي ان دولي هي اللي موصلك للمرحله اللي انت فيها دي دلوقتي. دولي، انت ازاي تسمحي لنفسك انك انت تتدخلي في حياتي الشخصيه بالشكل ده؟ بالراحه، من غير انفعال، كول داون. انا بعرض عليك صداقتي ومن حقك تقبل او ترفض. هلن، لو فاكره انك انت ممكن تبقي رقيبه عليا لحساب جينيفر تبقي غلطانه. انا مش كده خالص. انا قلت لك قبل كده ان انا عايزاك كراجل في حياتي. انت ازاي تعرضي عليا نفسك بالاسلوب ده وانا عارف انك كنت تعرفي جوزها صلاح؟ وايه يعني؟ صلاح كان مرحله في حياتي زي ما كانت بشرة مرحله في حياتك. الكلام معاكي انتهى، ولازم تعرفي ان احنا هنا في المركز في شغل، مش جايين نناقش مشاكلنا الشخصيه ونحكي ذكرياتنا العاطفيه. اتفضلي. سوري يا دكتور سيد اني حاولت ان انا اخفف عنك، وسوري اني اعتبرتك راجل جساف في حياتي، كان ممكن يبقى بيني وبينه شيء جميل. عن اذنك. ايه يا حبيبتي؟ انتي قلقانة تخشي ولا ايه؟ عموما ما تقلقيش، انا سامحتك على اللي حصل منك اخر مرة، قلت اكيد نفسيتك تعبانة بعد اللي جرالي وبعد موت اخوكي، بس ده مش معناه يا توتو انك تتمادي في الغلط. ما قلت كل اللي انت عايزه في التحقيق. عرفت، وعرفت كمان انهم هيخرجوكي من النيابة المسائية، فقلت اجي استناكي هنا. متشكرة. يلا بقى يا حبيبتي، يلا خشي خدي حمام وروقي نفسك وغيري هدومك، وانا هشغل المزيكا اللي احنا بنحبها. انا تعبانة وهدخل انام وهنام زي ما انا كده. لا 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 لا، هتنامي ازاي جنبي بهدومك كده وانت مقضيه طول النهار في نيابه وتحقيقات وقرف؟ خلاص هطلع انام في الصاله. عطيات، لتاني مره يا عطيات، لتاني مره بتعلي صوتك عليا؟
وبتردي عليا بطريقه ما تعجبنيش. انا تعبانه وحاسه ان هيجي لي انهيار. وماله يا حبيبتي؟ مادام حاسه انه هيجي لك انهيار يبقى لازم نعالجك. ايه رايك نوديكي مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه؟ وعليك يا اخي، انا مخنوقه وشايفه الدنيا بالخور بيبرق. عطيات، رايك ايه يا عطيات؟ انت نسيتي ولا ايه؟ عبدو تسوقي عطيات الاستاذ. خلاص انا بقى هموت نفسي علشان ارتاح واريح. عطيات تحرير الكويت والحركة السياسية النشطة في المنطقة العربية، انك اطمنت شوية؟ عمري ما هطمن ابدا هيلين. ده شيء طبيعي لان احنا دايما عايزين نوصل للافضل، والمفروض لما نوصل للافضل نرتاح، لكن ده ما بيحصلش. انا عن نفسي بقدر اسرق وقت لنفسي عشان امتعها. حقك، لكن انا بعتبر ده خوف وهروب من اللي جوانا. انا قلتلك انا اقدر اسرق وقت من الزمن. تعرفي هيلين، لما مسؤوليتنا بتزيد الخوف جوانا بيزيد اكتر، لان اعدائنا حوالينا في كل مكان. انا عارفه ومتاكده ان اللي حصل مع العراق ده كان مجرد بدايه. الادهى من كده ان اللعب بقى على المكشوف، وصدام حسين بقى العدو الاول للامريكان وكتير من دول العالم. المهم دورنا في المرحله الجايه هيكون ايه؟ بروفيسور جينيفر عايزانا نضخم مفهوم الارهاب عند الشباب، وإن الإرهاب ده هو العدو الحقيقي ليهم اللي هيرجعهم تاني للحروب من جديد. فعلا الإرهاب هو العدو الخفي لينا وللكل. بس احنا مش هنقول لهم كده، احنا هنقول لهم إن أي مشاكل ممكن تعرقل حياتهم ونشاطاتهم. معنى كلامك كده إنك انت عايزنا نغسل عقول الشباب بأحلامهم بالمستقبل والتنمية الاجتماعية. لازم الشباب يلغوا الحروب من دماغهم. ده لازم فعلا تالبوت، لأن من مصلحة الدول إنه ما يكونش في حرب. إلا على الإرهاب هيلين. إلا على الإرهاب تالبوت.